اهلا بيكم مشاهدينا فقره جديده من عياده تن. وفقا لاحصائيات منظمه الصحه العالميه ان في حوالي 500,000 سيده سنويا بتصاب بسرطان الثدي، وعلى الرغم من خطوره المرض الا ان علاجه النهارده بقى شيء سهل ومضمون، وكمان الكشف المبكر ونشر الوعي عن المرض وكيفيه علاجه والوقايه منه كل ده بيساهم في ارتفاع نسب الشفاء وكمان تقليل فرص الاصابه بيه. النهارده هنعرف اكتر عن المرض ده وكمان طرق علاجه، لكن خلوني في البدايه ارحب بضيفي اللي منورني النهارده الدكتور احمد حسن، استشاري علاج الاورام بجامعه عين شمس وانجلترا. دكتور احمد اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. منورنا يا دكتور ومشرفنا. الله يخليك. خلينا دكتور في البدايه نقول كده، يعني ايه اورام للثديين او يعني ايه سرطان ثدي؟ يعني ايه بالطريقه اللي المشاهدين يفهمونا بيها غير الطريقه العلميه؟ كويس جدا. هو خلينا نقول بقى هو ايه الاورام عامه، مش شرط اورام الثدي. يعني ايه سرطان؟ فرق ايه السرطان ده عن اي حاجه تانية؟ هو ربنا خلقنا ان في تحكم في الخلايا، وفي الخلايا دي بتعيش قد ايه، والخلايا دي بتكبر لحجم قد ايه. يعني مش هنلاقي حد مثلا عنده عضو من الاعضاء بيكبر عن الحجم المفروض ربنا خلقه بيه، صحيح، الا لو في مرض. يعني ساعات نسمع عن تضخم الكبد عشان في مرض في الكبد. تمام. مثلا او تضخم في القلب علشان في مرض في القلب. فاحنا الاورام فيها اختلاف عن الخلايا الطبيعيه. ليه حصل اختلاف في الخلايا دي؟ عشان فضلت يحصل فيها دمار في التكوين الجيني بتاعها، طفرات في التكوين الجيني بتاعها خلاها تبقى خلايا خالده مخلده، ما بتموتش، ما فيش كنترول عليها، ممكن تروح في اماكن غير الاماكن اللي هي طلعت منها، وده ما بنلاقوش في الانسجه الطبيعيه. يعني ما نلاقيش مثلا حد عنده انسجه الكبد تظهر مثلا في الرجل مثلا، صحيح، او انسجه مش رئه تظهر في البطن. ما فيش الكلام ده في الاورام. بيحصل لوس اوف كنترول على الورم، نموه بيعيش فتره قد ايه، انتشاره، فدي كلها بتخلي الخلايا تبقى اورام. طب ايه اللي بيخلي، ايه السبب نفسه، ايه الاذى اللي بيعمل كده؟ في ساعات بتبقى حاجات خارجيه، من يعني خارج السيطره بتاعتنا، زي العنصر الوراثي، ان في جين في مشكله، تمام، في عيله من معينه، ده حاجه خارجه عن ارادتنا. في حاجه تانية، الكبر السن. يعني من اكتر الاسباب، ودي يمكن الناس بتستغربها شويه، اكتر اسباب حدوث الاورام كبر السن. تمام. لان احنا لما بنكبر في السن قدره الانسجه بتاعتنا على ان هي تتصلح، قدره الانسجه بتاعتنا ان هي تستحمل الاذى بتقل. تمام. المناعه بتاعتنا بتقل، فبيحصل تغيرات مع السن. عشان كده نلاقي معظم الاورام بتيجي لكبار السن عن الشباب الصغيرين. بس في نوع تانية من الأورام بتظهر إحنا متسببين فيها بقى، زي إيه؟ زي ما قلنا قبل كده، بالعادات السيئة اللي بتعمل أذية للأنسجة كتير، فالأنسجة دي بتبتدي يحصل فيها طفرات في الجينات بتاعتها وتقلب السرطان. زي مثلا التدخين المفرط أو التدخين عامة، ده بيعمل أذية للثدي والفم والبلعوم والرئة والمثانة، فيحصل فيهم أورام. اللي بياكل اكل غير صحي بصوره دايمه كتير او اكل مشوي كتير، ده ممكن يعمل اورام للمعده. تمام. الناس اللي شغاله في مصانع فيها كيماويات معينه وبتتعرض لكيماويات كتير بتعمل ساعات اورام في الجلد او اورام في المثانه. ففي عوامل ساعات احنا بنبقى ممكن ان احنا نتجنبها، فبنتجنب الاورام. تمام. طيب عندي يا دكتور سؤال مهم جدا جدا جدا، يعني نبدا بيه كده قبل ما ندخل في وسط الاسئله، ويمكن السؤال ده اتبعت لنا. هل سرطان الثدي ممكن يصاب به الرجاله مش الستات بس، ولا الموضوع هنا مقتصر بس على السيدات؟ لا، هو طبعا الاورام بتاعت البريست معروفه انها في السيدات، عشان الاغلبيه في السيدات، لكن هي بتحصل في الرجاله، بتحصل في الرجاله، لان الرجاله عندهم انسجه ثدي، ولكن انسجه الثدي عند الرجال حجمها اقل بكتير جدا من السيدات. فعشان كده نسبه حدوثه في الرجال اقل بكتير من السيدات. وعشان برضو من الهرمونات اللي بتساعد على نمو الاورام الثدي هي الاستروجين، والاستروجين ده موجود اكتر عند السيدات، موجود عند الرجاله برضو، بس هو موجود بنسبه اقل بكتير عند الرجاله. فتقريبا النسبه، لو الناس عايزه تعرف، من كل 100 حاله اورام ثدي سيدات 99 ست وراجل واحد. اوكي. فبنقول 99% من اورام الثدي بتيجي في الستات، 1% بس بيجي للرجال. احنا عندنا حاجات تانية بتيجي، احنا عندنا بروستاتا، وعندنا يعني عندنا اورام كتيره تانية بتيجي. تمام. ف
فحتى اورام الثدي بتيجي للرجال لكن بالنسبه اقل بكتير جدا عن السيدات. طب يمكن يا دكتور يعني الموضوع يجي للساده المشاهدين غريب شويه، يعني احنا يمكن ما بنسمعهاش كتير، يمكن ما شفناهاش يعني في المحيط اللي حوالينا كتير، ولكن سببها بيكون ايه؟ يعني ايه اللي يخلي رجل يجيله لا قدر الله طبعا سرطان في الثدي؟ ليه؟ بيبقى فيه عنصر وراثي في حالات كتير في الرجاله، يعني في السيدات ممكن يكون عنصر وراثي ولكن في معظم الاوقات بيبقى غير وراثي. في الرجال لما بيجي بنقلق قوي من انه يكون فيه في العيله دي في مشكله في جين وراثي، تمام، لان هو مش شائع خالص في الرجال، فلما بنلاقي واحد جاله بنحب ان احنا نعرف عن بقيه العيله ايه اخبارها، فاحيانا كتير بيبقى فيه جين وراثي. طيب بيتعالج بيتعالج بنفس الطريقه على فكره. يعني هو بيتعالج بنفس الطريقه، بنعمل استئصال لانسجه الثدي، لان احنا زي ما قلنا الرجاله عندهم انسجه ثدي، صحيح، فبنعمل استئصال لانسجه الثدي ديا، وبعدين بنعمل علاج اشعاعي وعلاج كيماوي وعلاج هرموني على حسب بقى الحاله. يعني في حالات بتبقى مرحله اولى مش محتاجه حاجه، في حاجات بتبقى مرحله تانية محتاجه علاج دوائي او علاج هرموني او اشعاعي بعديها. طيب يمكن يا دكتور لما اي حد النهارده يعني لا قدر الله طبعا بعد الشر عن اي حد بيشوفنا بيفاجئ ان هو عنده سرطان الثدي، الدنيا بتسود مره واحده قدامه من قبل اي حاجه، يعني احنا مجرد بس معرفنا ان في هنا المشكله دي موجوده خلاص بنبدا نحس ان النهايه قربت، بنبدا نتشائم، بنبدا نشوف كل حاجه سودة من قبل ما نعرف. طيب هل هو حميد ولا هل هو خبيث؟ هل هو طرق علاجه سهله ولا طرق مطوله شويه؟ فاحنا هنا دكتور لما بنلاقي الحاله جايه طبعا بيبقى في ناس يعني وصلت لمرحله صفر نفسيه من قبل ما تعرف اصلا تشخيصها ايه، بنشخص الاول ازاي اذا كان حميد ولا خبيث، وبنبدا ازاي علاج، وبنبدا كمان علاج نفسي ازاي بجنب العلاج الدوائي. طيب خلينا ده موضوع مهم جدا، خلينا نقسمه لنقطتين. ازاي بنعرف ده حميد ولا خبيث؟ من خلال الفحوصات، ساعات بالفحص اليدوي بنعرف ان دي حاجه واضحه بتحلف ان دي اورام، او بالفحص اليدوي بنعرف ان دي حاجه اكيد ان هي حاجه حميده. بس الاورام علاج الاورام تطور جدا، احنا محتاجين كده كده ان احنا ناخد عينه من الاورام الخبيثه، عشان الاورام الخبيثه دي انواع كتير وعلاجتها حاجات كتير، علاجاتها حاجات كتير. فبناخد التشخيص بيكون عن طريق العينه، عن طريق الكشف الطبي، عن طريق الاشعاعات اللي بتقول لنا الورم ده مدى انتشاره وقد ايه. فده بالنسبه للتشخيص والتفريق ما بين الحميد والخبيث. العامل النفسي ده بقى موضوع مهم جدا جدا. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام بيحصل فعلا وبنشوفه، وبنشوف قد ايه الامباكت المعنوي لما المريض واسرته بيعرفوا ان في ورم. والموضوع مش عندنا بس في المجتمعات الشرقيه مثلا او في الدول الناميه، لا ده على اعلى مستوى. في دراسه اتعملت في امريكا استطاع راي وسالوا الاف من الناس، ناس ما عندهاش حاجه، سالوا الاف منهم لو سمعت انت جالك سرطان ايه اول كلمه تيجي في بالك؟ فالردود الفعل تباينت ما بين الآتي: الهزيمة، الموت، الخوف. طبعا فواقع الكلمة نفسها بيبقى تقيل جدا، موضوع مرعب بالظبط. بس هي الدنيا اختلفت خالص، الدنيا والله اختلفت خالص خالص في خلال العقدين الاخرين او خلال العشرين سنة اللي فاتوا دول، بالذات في الخمس سنين اللي فاتوا دول حصل اختلافات رهيبة في الطب، ونسب الشفاء زادت جدا، العلاجات بقت كتير جدا. بس اكتر حاجة بتساعدنا هي ايه بقى احنا كأطباء يعني في العلاج؟ ان نشوف المرضى في المراحل المبكره، مش كده دايما بنقول حاجه مهمه جدا الكشف المبكر، اللي يحس بحاجه او عنده مشكله يروح يكشف على طول. تمام. ده اهم حاجه. طيب دكتور احنا معانا دلوقتي صوره، يا ريت حضرتك تشرح لنا عليها اكتر. ده بيوضح لنا التكوين الثدي والغدد اللي بنسميها الليمفاتيك شانلز اللي بتصب في الغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه دي اجسام مناعيه موجوده في الجسم كله، الغرض منها ان هي بتفلتر السوائل بتاعت الجسم عشان تشوف لو فيها اي جسم غريب، فيروس، بكتيريا، اورام، وتعمل تبعت انذار لبقيه المناعه في الجسم تقول له كون مناعه عشان عندنا حرب ضد الجسم ده. تمام. سواء فيروس او بكتيريا او غيره. فمن اول المناطق اللي بيحصل عندها انتشار من الاورام هي الغدد الليمفاويه. يعني هنا مثلا لو عندنا ورم حصل في الثدي بنلاقي الورم ده بينتشر للنقط الحمراء دي اللي هي غدد الليمفاويه اللي في الرقبه او تحت العظمه الترقوه او تحت الابط. دي اول محطه بيروح فيها الاورام قبل ما بتنتشر بعد كده عاده في بقيه الجسم. فهنا مثلا دي خلايا مش طبيعيه، الخلايا المش طبيعيه دي راحت من الثدي نفسه للغده الليمفاويه اللي تحت الابط. علشان كده احنا من الحاجات اللي لما بنشوف مريض اورام ثدي
من اول الحاجات اللي عايزين نعرفها حصل ده ولا ما حصلش. بنعرفها منين؟ بنعرفها من الكشف الطبي. تمام. بالسونار وبالاشعه المقطعيه والمسح الذري بنعرف ان في حاجه تحت الابط ولا لا. تفرق معانا في العلاج. طيب دكتور، احيانا في سيدات لما بنقول لهم او بنحاول نوعيهم ان مثلا اعملوا الكشف الذاتي على نفسكم في البيت، لان الموضوع بيبقى واضح او علاماته واضحه، بس احيانا بيختلط الامر عليهم ان هم ممكن يحسوا ان المشكله هنا مش ورم، انها كيس دهني. فهنا يفرقوا ازاي بين ان ده كيس دهني فعلا ولا ده يعني لا قدر الله ورمه؟ احسن حد يعرف الثدي هو الست نفسها. فهي عشان كده لازم مره كل شهر تفحص نفسها. تمام. هي لو عندها حاجه كيس دهني بقاله سنين هتبقى عارفه ان هو ده طبيعتها. هو في ناس بيبقى عندهم تليفات، طبيعه الثدي بتاعها ان هي عندها تليفات. فهي لو عارفه ان دي حاجه عندها من زمان وما بتتغيرش خلاص احنا مش قلقانين منها قوي. لكن لو في حاجه اتجدت عليها وهي مش عارفاها هي لازم تروح تكشف. تمام. لان ممكن يكون حاجه حميده وممكن يكون حاجه خبيثه. طبعا اكتر من 90% هتبقى حاجه حميده ان شاء الله. عشان بس الناس تطمن، بس ان هو من كل 10 بيروحوا يكشفوا ان عندهم حاجه طلعت في الثدي، 9 هيطلعوا ما عندهمش حاجه. تمام. حاجات بسيطه يعني، حاجات حميده والتهابات وغدد لبنيه وتليفات وتكيسات والحاجات كلها البسيطه خالص اللي علاجها بسيط. وواحده بس اللي هتطلع عندها، واحده من 10 اللي هيطلع عندها اورام. عايزين بقى الواحده دي نشوفها بدري. بالظبط، عايزين نشوفها بدري. عشان كده اللي تتحس بحاجه جديده جدت عليها في الثدي بتاعها وفي جسمها عامه لازم تروح تكشف على طول. طبعا ما نسكتش اكيد. بالظبط. طيب دكتور، امتى بقى بيكون للاسف يعني ان الحل النهائي للعلاج هو استئصال الثدي؟ ولما بيحصل استئصال الثدي في الحاله دي امتى بيكون برضو الحل بتاعنا هنا ان احنا بقى نعمل اعاده بناء للثدي؟ على حسب حجم الورم. وعلى حسب كمان نوعية الورم. وعلى حسب حجم الثدي. يعني هي لو واحدة مثلا عندها الورم حجمه كبير والثدي عندها صغير بيبقى صعب ان احنا نعمل استئصال تجميلي او حاجة جراحية تحفظ بقية الثدي. طب لما هما لو حد عندها ورم كبير او ثديها صغير ومش هينفع استئصال الورم ويبقى فيه حاجة جمالية او شكل طبيعي، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل عمليات تجميل اللي هي ودي بيعملوها بتوع دكاتره الجراحه، بتعمل اعاده بناء الثدي. زي يا دكتور الصوره اللي احنا شايفينها مع بعض. بالظبط. اعاده بناء الثدي في بقى انواع من اعاده بناء الثدي. ساعات بنستخدم انسجه الجسم نفسه، عضلات من الجسم بننقلها من مكان لمكان، زي الصوره نمره 2 دي مثلا. عندنا واخدين من عضله بتاعه البطن او العضله اللي بنسميها لاتسمس دورساي بتاعه الظهر. تمام. وبتتاخد بالاورده بتاعتها وبتتقلب وبتتحط مكان الثدي بحيث انها تتشكل، تدي شكل الى حد كبير مقارب الشكل الطبيعي. بالظبط. مش بيرجع طبيعي 100% طبعا، ولكن بيجي بتبقى احسن طبعا من الاستئصال الكامل طبعًا. خالص. في اوقات تانية بيبقى مش هينفع نعمل العمليه دي. فبنعمل اللي هو السيليكون امبلانت او اللي هي الحاجات التعويضيه اخرى. ان بيتحط اكياس ملح او اكياس بيبقى فيها سائل، وبعد فتره لما الجسم والجلد بيتمدد فوقيها بنستعوضها بسيليكون. ده طبعا حاجه جزء الجراحين هم اللي بيقوموا بيه، بس في عمليات كتيره جدا بتناسب ستات كتيره بالذات في السن الصغير. في واحده بتجي لنا تبقى ما اتجوزت ولا حاجه، يا حرام، وفي متجوزه بس هي الموضوع ده معنويا عندها مأثر عليها جامد. فعشان كده دلوقتي حصل برضو تطور زي ما بنتكلم في تطور في الاشعاع والكيماوي وفي تطور في الجراحه والتجميل. لا انا عايزه يا دكتور كده اعرف قبل ما نختم، بمناسبة الطفرات اللي حصلت معانا في الطب عندنا في مصر وفي الشرق الأوسط وفي العالم كله النهاردة، أحدث الطرق اللي بتعالجوا بيها النهاردة مشاكل الأورام أو سرطان الثدي بالتحديد النهاردة إيه؟ ده ممكن بقى نعمل 10 حلقات في الموضوع ده. لا بس نقول دلوقتي باختصار يعني. نعمل حاجات كتيرة جدا. تمام. بس هو الجراحة حصل فيها تقدم في التكنيكس بتاعتها وفي النتائج بتاعتها. العلاج الإشعاعي عندنا دلوقتي أجهزة تقدر إنها تتارجت الأورام بدقة عالية جدا، بتقلل الدمج اللي كان بيحصل على القلب وعلى الرئه. لان بنقدر دلوقتي ان احنا نوجه العلاج الاشعاعي باساليب اللي هي زي رباعي الابعاد مثلا على الاجزاء اللي عايزين نعالجها بس. العلاج الدوائي نفسه، العلاج الهرموني حصل فيه تطور، انواع جديده واجيال جديده ظهرت. العلاج الموجه ده حاجه جديده، وفي علاج مناعي اللي الناس خدت عليه نوبل من 3 سنين 4 سنين.
ده كنا بنستخدمه في خلال السنتين اللي فاتوا في الاورام المنتشره الاورام المتاخره، دلوقتي كمان بنستخدمه في الاورام اللي مش منتشره. فدلوقتي اساليب العلاج كتيره جدا جدا الحمد لله، يعني من رحمه ربنا كل يوم بيعدي طبعا. او كل سنه بنلاقي في ادويه جديده طلعت جديده واعتمدت من المنظمات الادويه وبتستخدم في ارض الواقع في العيادات وموجوده في مصر. دكتور احنا محتاجين نتكلم بقى عن ده بالتفصيل في حلقات كتير زي ما حضرتك قلت، لازم ان شاء الله تشرفنا وتنورنا ونتكلم اكتر بكتير علشان المشكله كبيرة جدا، وزي ما قلنا ان للأسف الشخص اللي بيصاب بالمشكلة دي بتكون الدنيا بالنسبة له بتسود مرة واحدة، فإحنا محتاجين ان احنا نعيد لهم الأمل ده ونعرفهم بكل طرق العلاج اللي بقت يعني متاحة النهاردة للجميع مع أشطر دكاترة. دكاترتنا المصريين بقوا من أشطر الدكاترة النهاردة في العالم كله مش بس في الشرق الأوسط كله. دكتور أحمد حسن شرفتنا ونورتنا دكتور النهاردة. الله يخليك وربنا يشفي مرضانا جميعا يا رب، امين يا رب. كان منورنا النهاردة دكتور أحمد حسن استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس وإنجلترا. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفة من عيادة تانية.